Minister. Yes. I'm really delighted to see you. Thank our colleagues. I'm told that you have, they have concluded the depth in our relationship. قررنا تدعيم العلاقات الثنائية لأن السيد وزير علي كابا وسيراليون لهم دور هام جدا في الاتحاد الإفريقي وخاصة فيما يخص كل ما يخص بتعديل مجلس الأمن. وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة بينه وبين سيراليون، وإن شاء الله يتم هذا الاجتماع قبل نهاية هذه السنة 2019. الدبلوماسية ستستأنف وتشغل بصفة مستمرة، فلم نتوقف ونستأنف ونشتغل كل الدبلوماسية الجزائرية مع كل الشركاء ومع كل الأصدقاء والأشقاء في عند الدول العربية وفي المتوسط وفي إفريقيا. Well, let me say that indeed this is a historic moment. I just learned that. هذه لحظة تاريخية. فالزيارة تعتبر الأولى لوزير خارجية سيراليوني إلى الجزائر للدفع أكثر بالعلاقات الثنائية. محادثاتنا تمحورت حول بناء قاعدة للعلاقات وإحيائها، بحيث نتجاوز المشاورات السياسية إلى التعاون المشترك. فقد عزمنا على تشكيل لجنة للتعاون الثنائي لتجسيد فعلي للاتفاقيات، وهذا من خلال عقد اجتماع يجمع الدولتين. هذه الاتفاقيات تشمل عديد المجالات: الطاقة، التربية، الفلاحة، السياحة والمنشآت، قصد تجسيد منطق رابح رابح بين الطرفين. فالجزائر وسيراليون لهما الرؤية نفسها لموضوع التنمية بإفريقيا.